بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بك سي كريم. أول حاجة نحب نقولها في الفيديو هذايا هو أنه أنا بما أني قاعد نحكي على آية ضرب المرأة، هذا لا يعني بالطبع أنه أنا قاعد نبرر في ضرب المرأة، هذه مسألة مهمة جدا. الحاجة اللي أنا نحب نقولها هو أنه قاعد نحكي على الآية هذه باش نبين الإطار التاريخي اللي هبطت فيه الآية هذه. هذا هو الهدف من الفيديو متاعي. أما بالنسبة للمسألة نتاع ضرب المرأة في العصر متاعنا توا، سبق وقلت أنا في الفيديو اللي فاتوا اللي راهو ربي سبحانه وتعالى أكد أن العلاقة الزوجية يلزمها تقوم على المودة والرحمة. هذا هو الأساس نتاع العلاقة الزوجية، والرجل يلزم يضع نصب عينيه، مش الضرب، يجب أن يضع نصب عينيه العدل، المودة والرحمة، هذا هو المهم. وحينئذ إذا كان احنا نشوفوا العصر متاعنا والتطور متاع العقلية اللي موجود فيها والحقوق متاع المرأة اللي وصلت لهم، بالطبيعة معناها احنا لهنا ما نجموش نقولوا انه الضرب سوف يؤدي الى المودة والرحمة. بالعكس، هو الضرب باش يؤدي في العصر هذايا الى تقديم المودة والرحمة. حينئذ قلت وفسرت في الفيديو السابق اللي الضرب في العصر متاعنا راهو باش يكون في تناقض وتعارض كبير مع المودة والرحمة. هذه مسألة يعني حسمناها ومن غير ما نعاودوا نقولوها مرة أخرى. بالنسبة للإطار التاريخي نتاع نزول الآية هذه، هو لما حالة كريم توجه لي بالعديد من الأسئلة، قال لي معناها هاو الإسلام يعني يبرر العنف، وما فما حتى مبرر يخلي الراجل يرفع يده على المرأة، وما فما حتى مبرر يخلي الراجل أنه هو يضرب المرأة. وزاد قال لي من ناحية أخرى أنه فما آية قرآنية تحكي على نشوز الرجل، وعليش ربي سبحانه ما تحطاش مع نشوز الرجل بنفس الطريقة اللي تعاطى فيها مع نشوز المرأة. ربي سبحانه شو يقول في الآية اللي تتحدث على نشوز الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. صدق الله العظيم. لهنا يعني كريم قال لي ما هو محلها الآية هذية اللي تحكي على نشوز الرجل، وإذا كان الرجل ينشز على الزوجة متاعه ها وربي شنو اللي اقترح لهنا؟ اقترح أنه يصير صلح ما بيناتهم. علاش ما اقترحش ربي أنه يصير صلح ما بين الزوج والزوجة في حالة نشوز الزوجة؟ علاش؟ علاش يجي القرآن يقول كيف الراجل ينشز صلح، وكيف المرأة تنشز وقتها الموعظة ومن بعد الهجر ومن بعد نوصلوا للضرب؟ علاش ما يصيرش صلح وكهو؟ وإذا كان ما صارش الصلح اطلاق وتوفى الحكاية. الحقيقة لهنا احنا يلزمنا ساعة نفرقوا ما بين الآية الأولى والآية الثانية. في الآية الأولى اللي تتحدث على نشوز المرأة يا سي كريم، نعلمك أن الآية هذه ما فكرش فيها ربي سبحانه الأعراض، قال تحدث على النشوز فقط مش على الأعراض. ولهنا يا ربي سبحانه اقترح الموعظة ومن بعد الهجر ومن بعد الضرب، إذا كان هذو مزوز ما جابوش نتيجة. في حين أن الآية اللي تتحدث على نشوز الرجل، لهنا يا ربي سبحانه يعني قال ما قالش معناها أنه فما نشوز أكه، وقال أنه فما نشوز وقال فما أعراض. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود نقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو أعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. صدق الله العظيم. يعني لهنا في الحالة تاع نشوز الرجل راهو ما فماش يا سي كريم نشوز أكهو، فما نشوز وفما أعراض، والأعراض هو أنه الزوج يعني يولي ما عادش عينه باش يقعد مع زوجته، ما عادش عينه يعني باش يعاشرها برشا يعني جنسيا، و
وبما انه هو متزوج بمرأة اخرى دونك باش يولي ماذا بيه انه هو يقعد مع زوجته الثانيه ولا زوجته الثالثه ويهمل زوجته الاولى. دونك هذا هو يعني كانه لهنا الراجل باش يبعد عليها بشويه وبشويه وكانه ماشي في ثنيه نتاع اطلاق وهجران. بون في حين انه في الحاله الاولى نتاع مثال ما فماش المساله نتاع انه المراه تحب تطلق، يعني جست المراه تتعامل مع الزوج نتاعها بترفع بكبرياء ب يعني تعالي وتبدا هكا تحتقر وتقول له كلام خايب ومي ما فماش نيه انه هي يعني تهجر اكل الزوج نتاعها. بون لهنا فما حاجه مهمه ياسر يلزمنا نوضحوها، هو انه يعني الزوج هو انه يعني ربي سبحانه ساعة قبل ما نحكي على الزوج هو انه ربي سبحانه في الحالتين الزوز اقترح حلول اللي هي تخلي العلاقة الزوجية موجودة وتحافظ عليها وانه الحلول هذه تخلينا نتجنب قدر المستطاع الطلاق. يعني كنقولوا احنا علاش ربي سبحانه في آية نشوز الرجل اقترح الصلح، يعني احنا نعرفوا انه في العصر هذاك الرجل كان ينجم يتزوج برشا نساء زوج وثلاثة واربعة، ولهنا معناها اذا كان الراجل ينجز على مرته او يعرض عليها يعني لهنا المرأة ما عندهاش برشا حلول في العصر هذاك، يعني ساعة والحاجة ما تنجمش تهجروا في المضجع على خاطر هو بطبيعته ينجم يمشي المرة الثانية والثالثة والرابعة، دونك هذا ماهوش حل ماهوش ناجح. والحاجة الثالثة بطبيعة دونك ما الحاجة الثانية ما تنجمش بطبيعة انه هي تضربه على خاطر الرجل معناها اقوى من المرأة يعني جسمانيا، دونك ما نجموش نوصل للحاجة هذه. ولهنا اذا كان ثم اعراض أنا مش مسألة ترفع بركة، لا أعراض معناها الرجل ما عادش يحب ينفق على مرته وما عادش يحب يتلهى بها ومعناها ولا له الأكثر بزوجته الثانية والثالثة، يعني هنا فما المعنى نتاع الهجر معناها للزوجة. هذه هي المشكلة في الآية اللي تخص نشوز الرجل. يعني هوني بطبيعة المرأة باش تلقى روحها في حالة حيرة، يعني كما مثلا المرأة توا معناها النجم حتى نشبوها معناها تخيلوا توا امرأة معرسة اتو دانكو رجلها يعرض عليها يعني ما عادش يحب يكلمها واللي ما عادش يحب يقعد بحذاها في الدار ديما معناها ما هوش لاهي بها ما هوش قاعد ينفق عليها كذا، دونك مش تولي بالطبيعة تقول له يا اخي شنو الحكاية يا اخي شفما يا اخي شبيك يعني فسر لي غلطت معاك في حاجة، يعني هذه هي أول ردة فعل طبيعية باش يعملها يعني باش تعملها المرأة مع زوجها إذا كان هو هجرها إذا كان هو ما عادش ينفق عليها إذا كان هو ما عادش لها بها باش تبهت باش تقول له فما هالتغيير هذا الكل شنو السبب نتاعو. إذن حينئذ معناها هذا شنو الشيء اللي يفسر أن ربي سبحانه الحل اللي اقترحه في مسألة نشوز وأعراض الرجل، ما قلش نشوز بركة نشوز وأعراض الرجل، هو أنه المرأة والراجل يقعدوا مع بعضهم يتفاهموا ويشوفوا شنية المشكلة شنية الحكاية علاش الراجل تبدل علاش الراجل تقلبش به ولا ما عادش كالعادة. دونك ولهنا يتنجم تكون المرأة هي اللي غالطة مع الراجل معناها هي مقصرة في حقه هي ماهيش يعني باهية معاه هي فما مشكلة معينة باهية، ولهنا ينجموا يحكيوا ويتصالحوا ويتفاهموا وكل واحد يحكي اللي عنده وينجموا يلقاو حل وترجع المياه إلى مجاريها. هذا إذا كان المرأة غالطة. إذا كان الراجل غالط لهنا نحب نقول لك يا سي كريم يعني اذا كان الراجل هكا نفحه نزوه معناها هو حب هكا يمشي المرته الثانيه ومرته الثالثه وينفخ مرته الاولى من غير حتى سبب، لهنا نحب نعمل يا سي كريم انه ربي سبحانه راهو نبه الراجل على انه الحاجه هذه راهي ما تجيش
وأنه الراجل يلزم ديما يعطي مرته الحق متاعها. وربي سبحانه قال في القرآن في الآية هذه بعد قال بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة صدق الله العظيم. يعني لهنا ربي سبحانه إذا كان الراجل هو هكا ظهر له باش يهجر المرأة وظهر له هكا باش يمشي على روحه وينفخها ويخليها ربي سبحانه راه منبه عليه أنه مش معقول الشيء هذا اللي تعمله. وقالوا أنه لن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حارستهم معناها أنت يا سي الراجل راك ما يجيش عنك أنت يعني تكون مكش عادل ما بين الزوجات نتاعك وما يزمكش زادة من ناحية أخرى أنك تميل كل الميل للزوجة على حساب زوجة أخرى وتخلي أك الزوجة الأولى هذيك معلقة. إيش معناها معلقة؟ يعني لك أنت تعاشر فيها ولك أنت تصرف عليها ولك أنت لاهي بها ولك أنت تعدي معها وقت ومن ناحية أخرى ما طلقتهاش دونك ما تخليهاش معلقة يا تطلقها وكهو. إذا كان أنت قررت أنك أنت باش تطلق أكهو طلق وفات الحكاية. وإلا إذا كان أنت قررت البقاء ربي سبحانه حرم على الإنسان أنه هو يقعد مع الزوجة نتاعه من غير ما يعطيها الحقوق نتاعها في المصروف وفي الرعاية وفي اللهوة وفي المعاشرة الجنسية. معناها لهنا الحاجة اللي حبيت نقولها لك هو أنه الوضع يختلف ما بين الراجل والمرأة وأنه إذا كان إحنا باش نحكيه على الآية نتاع نشوز المرأة لهنا ما فماش نية نتاع المرأة أنه هي يعني باش تطلق ولا أنه هي باش تبعد على رجلها. لهنا ربي سبحانه كحكاها على الموعظة والهجر والضرب هي في حالة النشوز فقط. في حالة النشوز أنه هي مرأة عايشة مع رجلها ومش ناوية تطلق وعايشين مع بعضهم ولا باس عليهم مي جست أنه هي ترى روحها خير منه وتعامله باحتقار وتعامله بتعالي وهي عايشة معها دونك وتتعالى عليه وتسمعه في كلام خايب. دونك في الحالة هذه ربي سبحانه شو قال؟ يعني كي نقولوا احنا مثلا علاش ربي سبحانه حكي على الضرب معناها تنجم تقول انت نعاودوا نرجعوا لنفس السؤال نتاعك باه يا سيدي علاش مش تلاقى اكهو ساعدين قوسين نرجع لك للآية نتاع الراجل اللي إذا كان هو ما كانش عادل ما بين إنسان فيه وهو حب امرأة أخرى على حساب مرته الأولى إذن لهنا ربي سبحانه راه شنو اللي قال؟ قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه مسألة مهمة معناها أنه ربي ما يحبش أنه الراجل بالطبيعة نحكي على العهد بتاع قبلنا توا نحكي على الإطار التاريخي نتاع الآية اللي هبطت فيها واضربوهن والآية زادة نتاع نشوز الرجل. دونك ربي سبحانه لهنا ما خذلش الرجل وما سمحلوش أنه هو يعني يقعد مع مرته من غير ما يعطيها حقوقها ومن غير ما ينفق عليها دونك ويبدأ له بامرأة أخرى. قال له بسم الله الرحمن الرحيم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم. مش أنك أنت تقعد معها مش بمعروف لا يا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذه حاجة أول. وحاجة ثانية معناها ربي سبحانه باش تشوف لأي درجة أنه هو يدافع عن المرأة وما يحبش أن المرأة تتظلم ربي سبحانه زاد قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. يعني ربي سبحانه يجي للراجل يقول له إذا كان أنت المرأة حتى كان ما حبيتهاش حتى كان أعرضت عليها بل أكثر من ذلك حتى كان كرهتها ما تعرفش على الظروف وما تعرفش أن المرأة هذيك تنجم تكون لك سبب في حاجة هي لا يصير تصير لك في حياتك. ولهنا مفسرين قالوا ولد يعني ينجم يكون ولدها سبب
نتاع يعني محبة ترجع ما بيناتكم، وأنه ترجع الألفة ما بيناتكم. وبيان سور ثم برشا حاجات اللي تنجم الراجل تخليه يرجع لمرته، يعني ربي سبحانه لهنا ماهوش كلي مسيب الراجل على طرق ذراعه ويعمل اللي يحب ويطلق وقت اللي يحب ويسيب المرأة وقت اللي يحب ويقعد مع مرته ثاني. لا لا ماهيش هكذا المثل، راه ربي سبحانه قال ولن تعدلوا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. وربي سبحانه قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان، صدق الله العظيم. يعني ما تقعدش تلعب مع المراه وتفضلك معها، يا تقعد معها بالكدا وتصرف ومعاشره جنسيه امورك مريقله، والا يعني تسريح باحسان. هذه هي الحاجه اللي انا حبيت اقولها لك باه. وزاد حاجه اخرى كما قلت، انه شجع الراجل انه هو يصبر على المراه نتاعو حتى كان هو كرهها، حتى كان هو ماهوش مرتاح معاها، قال له اصبر وما تعرفش على الظروف، وتنجمك المراه هذيك تكون السبب نتاع السعاده نتاعك. دونك شوف كيفاش ربي سبحانه تعامل مع نشوز الرجل، ما سيبوش هكاك باه. نرجعوا توا للايه نتاع نشوز المراه. بون انت لهنا قلت انه بيه علاش ربي سبحانه ما حكاش على يعني الصلح في حالة أنه المرأة تنشز، علاش ما نكونوش معناها نمشيو بال يعني الموعظة ومن بعد الهجر في المضاجع؟ يعني إذا كان هذوما الحاجتين ما مشاوش، هي إحنا عاد نمشيو للطلاق وكا وتوفى الحكاية. بون أنا هنا نحب نفسر لك الظرف التاريخي اللي نزلت فيه الآية نتاع الضرب باه، باش نقرا لك لهنا واقعة صارت في عهد الرسول. الواقعة هذه يعني رواها النسائي وأبو داود وأحمد ابن حنبل، وصحح الحديث هذايا ابن حبان والحاكم النيسابوري باه. اش تقول الرواية هذه؟ تقول عن إياس بن عبد الله بن ذياب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إناء الله. يعني في وقت من الأوقات الرسول جاء للمؤمنين المسلمين قال لهم ما عادش تضربوا النساء، حب الرسول يبطلها العادة السيئة نتاع ضرب النساء. فذئر النساء يعني هاجوا على رجالهم وساءت أخلاقهن على أزواجهن، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد ذأر النساء على أزواجهن وساءت أخلاقهن منذ نهيت عن ضربهن، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن. قال لهم الله تعالى أضربهم بالطبيعة ضرب مش مبرح، دونك هذا الظرف التاريخي. فضرب النساء، فضرب الناس نساءهم تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشتكين الضرب، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. يعني لهنا الرسول وقت اللي هو من الأول حب يقص العادة السيئة هذه نتاع ضرب المرأة، للأسف الشديد في العصر هذاك النساء يعني كيف تلقاو أنه الرجال ما عادش باش يضربوهم، وأنه الرسول أمر الرجال أنه ما عادش يضربوا نساء، النساء هاجت على رجالها ولات كل مرأة تضرب على رجالها، وحتى كي يجي هو هكا يزيد تقول له آه هكا الرسول راهو منع عليك أنك أنت تضربني، دونك هاجوا هيجة كبيرة بالكدا بالكدا. ولهنا وليت الحياة صعيبة ياسر، وليت يعني تكاد تكون جحيم ما بين الرجال اللي هما يعني ساعات يلقاو رواحهم مضطرين باش يضربوا المرأة، والنساء اللي ولاو هايجين برشا على الرجال على أساس أنهم هما يعتمدوا على الأمر نتاع الرسول ما عادش تضربوا، دونك النساء دونك ولاو هما هايجين هيجة كبيرة. بون حينئذ لهنا الرسول لقى روحو مضطر أنه باش ترجع الحياة كما كانت قبل، أنه الراجل ينجم يضرب مرته، مي في الحالات القصوى، معناها وقت اللي المرأة تولي في قمة فساد الأخلاق وتولي العيشة معاها لا تطاق وتولي إنسانة هيجة هيجة ياسر على رجلها وفي قمة قلة التربية،
هذه هي الحالة الوحيدة اللي الرسول سمح بها أنه الرجل يضرب برضه. وكيف وقت اللي نساء توجعه ما كل الضرب هذاك لطف برا، إذنك الرسول قال لهم، قال لهم ولا تجدون أولئك خياركم، يعني لهنا الرسول راهو حب يقول أنه الراجل اللي يضرب مرته راهو هو ماهوش خيار الرجال، ماهوش هو أحسن الرجال، بالعكس هو من أسوأ الرجال الراجل اللي يضرب مرته. وحاجة أخرى زاد تعقيبا مرة قلت لي كيفاش أنا نستشهد بحديث اللي الرسول قال فيه لا يكرمهن إلا كريم ولا وما أهنهن إلا لئيم، ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. لهنا أنا أقول لك بما أنه أنت قلت لي هذا حديث ضعيف، أنا والله نجي نقول لك أنه كيف نقرأ حديث كما هكا اللي الرسول يقول فيه ولا تجدون خياركم اللي هما يضربوا النساء، ونلقى حديث واحد آخر اللي يقول خيركم خيركم لأهله، يعني ينسجم برشا مع الحديث اللي ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. وللأسف المعايير نتاع علماء يعني الحديث وعلماء الجرح والتعديل للأسف الشديد هي معايير ومقاييس مذهبية، هذا هي المشكلة معناها. يعني أنت كي تلقى مثلا في صحيح البخاري راوي اسمه خالد ابن سلمة الفأفاء، واللي سيد هذايا كان يجمع الأشعار اللي فيها هجاء للرسول، وكان يبغض علي ابن أبي طالب بغض كبير، ورغم ذلك البخاري تلقاه حطت له أحاديث في الصحيح نتاعو، معناها هذه مسألة بهت. وإذا كان أنت تلقى واحد اسمه عثمان ابن حريس اللي هو كل يوم يلعن علي ابن أبي طالب 70 مرة قبل ما يرقد، يعني هذه زاد حاجة أخرى تبهت ياسر في المعايير اللي كانت، يعني على حسب هي نقولوا هذا راوي يعني كذاب وهذا راوي صادق. يعني من الاخر باش نقول لك يا سي كريم من غير ما نطولوا برشا في القوس هذايا، المعايير نتاع توثيق الرجال وتضعيفهم هو يعني معايير مذهبيه من السنه ضد الشيعه. اذا كان انت متعصب برشا للسنه نقبل الاحاديث نتاعك، إذا كان أنت شوية هكا شوية تحب علي ابن أبي طالب، معناه جريمة هي اللي غالب أن واحد يحب علي ابن أبي طالب ولا يدافع عليه ولا يقول هو إنسان فاضل، وقتها تولي أنت شيعي وبيك وعليك وتولي الأحاديث نتاعك ما تتقبلش، معناها ثم برشا يعني منه الشيء هذايا اللي خلى أنه المقاييس نتاع علماء الحديث كانت للأسف مقاييس مذهبية بحتة، هذه هي المشكلة. دونك نغلق القوس هذايا ونعاود نقول لك أنه الحديث نتاع ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم راهو ينسجم برشا مع برشا أحاديث أخرين اللي الرسول قال فيهم كما الحديث هذايا لا تجدون أولئك خياركم، يعني اللي يضربوا النساء، وحديث آخر اللي قال فيه خيركم خيركم لأهله. دونك هذا قوس وسكرناه. إذن نرجع احنا للمسألة بتاع ظرف المرأة، يعني ربي سبحانه فك الظرف الزماني هذاك، فك الظرف التاريخي هذاك، وقت اللي أعطى الرخصة للرجال باش يضربوا نساهم بطبيعة كانت آخر يعني حل. وكي هبطت الرخصة هذه هبطت رخصة في ظرف اللي وقت اللي الرجال يعني منعهم الرسول أنهم يضربوا النساء، النساء هيجت عليهم هيجة كبيرة ياسر ياسر، لدرجة أنه العيشة وليت ما عاشت طاقة. قالك علاش ربك هبطها الآية هذه؟ على خاطر تفرعست الدنيا في المدينة بعد ما أن الرسول منع الضرب نتاع المرأة. هذه هي الحاجة اللي أنت يلزمك تعرفها يا سي كريم، أنه المسألة مربوطة ياسر بالظروف التاريخية اللي هبطت فيها الآية هذه، حاجة باهي. دونك وحاجة أخرى تنجم تقول لي أنت مثلا باهي، يعني علاش ما يحكيش معاها، علاش ما يهجرهاش في المضاجع، لازم منه هالضرب هذايا. أنا نجم نقول لك أنه في العصر هذاك يعني ربي سبحانه كيف أعطى الحل نتاع الموعظة، نجم على 100 امرأة 30 امرأة مثلا ولا 40 تنفع معها الموعظة، مازالوا 60، من 60 هذوما رجلهم يهجرهم في المضاجع، من 60 هذوما فما 50 امرأة تحشم على روحها وتقول راجل تغشش عليا، دونك
نقولوا 40 و50 90 امراه دونك بالموعظه وبالهجر في المضاجع حسبوا على واحد ونحاول انه نشوف اش قالوا. قالوا 10 نساء، لكن 10 نساء هذوكم اللي هما يعني يمثلوا فئه قليله من نساء اللي ما ينفعش معاهم، نحكي في العصر هذاك ما ينفعش معاهم الموعظه وما نفعتش معاهم الهجر في المضاجع. للاسف الراجل ما لقى روحه، ما لقى حل قدامه الا انه هو يوصل للضرب، وبالطبيعه ديما نقول الضرب الغير المباح. باهي، ولهنا فما حاجه مهمه زاد نحبك تعرف، هو انه احنا رانا نحكيو على العصر نتاع الرسول اللي المجتمعات فيه مختلفه، فما مجتمع مكه وفما مجتمع المدينه وفما زاد الاعراب. والاعراب هذوما راهم اللي موجودين معناها اللي هما في الباديه معناها معروفين في الجزيره العربيه بالخلطه نتاع القلب نتاعهم. هذه مسألة معروفة يعني نساء ورجال ونساء يعني في المجتمع متاع الأعراب يعني كانوا من النوع اللي عندهم القسوة متاع القلب والغلظة متاع القلب والشدة، نساء ورجال معناها كمجتمع. يعني الراجل كي يحكي معاها بالسياسة هكا ولا كذا ما تنجم عليها ما تفهموش، يهجرها في المضجع زاد تنجم ما تفهموش ويمكن حتى تحتقره معناها. يمكن الحالة الوحيدة اللي هي باش توصل باش تحترمه أنه هو يوصل يضربها ولا يكش عليها كشة قوية، وقتها وين تحترمه؟ يعني الله غالب هذه يكون تربية معناها نتاع مجتمع غليظ نتاع مجتمع قاسي القلب، خلى أنه المرأة للأسف الشديد ما تحترم رجلها وما تقدره إلا ما يوصل يضرب. هذه هي معناها ينجم يكون سبب من الأسباب اللي خلى ربي سبحانه أنه هو يعني يسمح بالضرب، على خاطر تلقى المرأة في العصر هذاك ديما نحكي نقول في العصر هذاك دونك يعني ما تحترم الراجل الا اللي كيف هو يوصل يضربها. ومن ناحيه اخرى زاد نحب نقول لك انه احنا اش قلنا؟ قلنا انه الهدف من الآية نتاع نشوز الرجل ومن نشوز المرأة هو الحفاظ على العلاقة الزوجية وانه ما يصيرش الطلاق. في نشوز الرجل قلنا انه نحكيه على الصلح ومنأكد ربي سبحانه على الصلح، وزاد شجع الرجل باش يقعد مع مرته قال له فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دونك وحكى على كما قلنا على الصلح باش يرجعوا لبعضهم. وبالنسبه للمرأة يعني ربي سبحانه اعطاه حلول وصل بها يمكن حتى للضرب. علاش وصل بها حتى للضرب؟ على خاطر في الوقت هذاك في العصر هذاك المراه ما كانتش عندها خدمه، ما كانتش عندها مورد رزق، وكانت معناها بالنسبه لها الطلاق كارثه كبيره ياسر. كارثه كبيره اذا كان هي تتطلق وما تلقاش شكون يصرف عليها وما تلقاش شكون يتلهى لها بولادها، ويعني تقول لك كي شكون باش يعرس بيا انا توا مره اخرى، معناها مشكله كبيره برشا برشا. دونك انا ناكد لك لو كان انت تخير امراه في العصر نتاع الرسول ما بين امرين، الامر الاولاني هو ضرب يعني غير مبرح والامر الثاني هو طلاق، انا ناكد لك انه المراه تخير ضرب غير مبرح. بالطبيعه نحكي يقول ضرب غير مبرح، ولهنا شكون اللي هي توصل روحها للضرب الغير المبرح؟ هي المراه اللي هي فاسده جدا اخلاقيا، معناها المراه اللي ما تحشمش على روحها بالكل، يعني اللي رجلها جاها بالمواضع ما فهمتش روحها، هجرها في المضجع ما فهمتش روحها، يعني مراه ياسر ما تحشمش على روحها واخلاقيا انسانه منحطه، معناها انه هي باش توصل تترفع على رجلها وتطيح له قدره ويلي بيك ويلي عليك وكذا ورغم هالحلول هذه الكل وما فهمتش. هالمراه هذيا كما قلنا في المجتمع هذاك وفي الوقت هذاك وفي الظروف هذيك لو كانت خيرها ما بين الضرب الغير المبرح والطلاق، هي بالطبيعة باش تخير الضرب الغير مبرح وتقعد مع رجلها ولا باس عليها واحد وكذا. تي احنا كان نشوفوا العقلية نتاع مش المرأة في العصر هذيك، عقلية نتاع مماتي ومماتك، ويمكن حتى بون ما نقولوش مماتي انا بون ما كانش رجلها يضرب فيها لا محالة، والله يرحمه ويعطيه الصحة، مي نشوفوا احنا حتى في كل مسلسلات المصريه معناها يبدا الراجل يكش وينش واحد والمراه ديما تقول له في كل مسلسل نتاع يا السيد ربنا يطول لنا في حسك يا السيد وكل الحكايات هذوك، معناها ما بالنسبه لها كيف المراه كيما هذيك مرت السيد لو كان هو يطلقها يمكن لما تهبل في مخها لما تنتحر
وتخيل انه هو يسيح عليها ويكش عليها وتتر انه يضربها خير من انه يطلق. هذه هي الحاجه اللي حبيت نقولها لك. راهي المساله مساله عقليه مجتمع كان مختلف، وراك ما تنجمش تحاكم انت مجتمع ما كانش يفكر كيفك بنفس العقليه اللي انت تفكر فيها. راهي هذه غلطه كبيره ياسر. كل مجتمع عنده طريقه التفكير نتاعه والعقليه نتاعه والثقافه نتاعه والقيم نتاعه. هذه هي الحاجه اللي حبيت نقولها لك. بون، ثم سؤال اخر انت زاد سالته لي، قلت لي يعني مثلا انت فسرت كلمه نشوز المراه بانه هي تتكبر على الرجل، في حين انه معناها المفسرين قالوا لا، النشوز نتاع المراه هو انه ما عادش عينها انه تعاشروا جنسين. هو لهنا توا المفسرين يعني احنا ماناش ملزمين بالتفاسير نتاعهم، معناها هما ينجموا يصيبوا وينجموا معناها يخطئوا في التفاسير نتاعهم. وكلمة النشوز يعني احنا كيف نحبوا نفسروها نمشيو للقاموس ونمشيو للمعنى نتاع الكلمة. اما اذا كان هو يحب يبدلها يقولك لا راهو نشوز يعني الهجر في الفراش، بون لهنا معناها انا نقول لك هذا راي وهذا اجتهاد، والاجتهاد هذا لا يعني انه هو باش يكون ديما صحيح. به حاجه اخرى، انت زاد قلت انه فما حديث صحيح في صحيح مسلم يقول انه الرسول ضرب زوجته السيده عائشه بونيه في زدر. الحديث نتاع ولهدني لهدة أوجعتني. به لهنا أنا باش نقول لك أنه الحديث هذايا يعني كما أنت رويته، أنا زادة عندي لك أحاديث أخرى اللي تقول أنه الرسول أمره ما ضرب زوجات نتاعو. وين أحاديث هذوما؟ أهو حدثنا عامر ابن صالح قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط ولا خادما، ولا ضرب بيده شيئا قط. المصدر مسند أحمد بن حنبل باقي مسند الأنصار حديث السيدة عائشة رقم الحديث 27658. الحديث هذا موجود في السنن الكبرى للبيهقي. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه قط ولا ضرب خادما. موجود زاد في سنن ابن ماجه، موجود في سنن ابن داود أبو داود، في سنن أبي داود، وموجود زاد في مسند أحمد بن حنبل. يعني المسألة هذه متاع ضرب الرسول للزوجة متاعه يعني كما أنت قلت لي هو ضرب، أنا بدي هاني قلت لك اللي هو عمره ما ضرب. ومعناها انا باش نزيد نحكي لك فوق هذايا روايه اخرى اللي هي موجوده في كثير من كتب الاحاديث بما فيها كتاب البخاري. الحديث هذايا يقول انه مره من المرات الرسول قعد بحدا واحده من الزوجات نتاعو، وزوجه اخرى بعثت له هديه عباره على طبق فيه ماكل، والرسول قعد هو والصحابه نتاعو في دار زوجته هذه. يا اخي زوجته هذه غارت، كيفاش غرتها؟ بعثت الماكله للرسول واصحابه في دارها هي، شدتك الطبق وكسرته في القاعه. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضربها لا كش عليها لا صح عليها ما عمل حتى شيء. ابتسم وجاء للصحابه نتاعو قال لهم غارت امكم. هذا هو شنو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انا فما حاجه نحب نقولها لك، هو انه احنا رانا بما انه مسلمين رانا عندنا معيار مهم جدا اللي احنا باش نميزوا ان هي الاحاديث اللي نقبلوها وان هي الاحاديث اللي نرفضوها. واحنا بما انه يعني نؤمن بالقران ونؤمن بالآيات نتاع القرآن اللي ربي فيهم سبحانه قال على الرسول وإنك لعلى خلق عظيم، وكي نشوفوا احنا هزوز أحاديث هذوما وقارنوهم يعني احنا كمسلمين نصدقوا الأحاديث
اللي تنسجم مع آيات القرآن اللي وتنسجم مع بقيه زاد السيره نتاع الرسول اللي كان ديما يوصي فيه انه الرجال ما يضربوش نساهم، واللي كان ديما يقول يعني في حتى في خطبه الوداع استوصى الرجال بالنساء الخير، واللي في وقت من الاوقات منع من ضرب النساء. معناها كي نشوفوا احنا هالحاجات هذا الكل ونقارنوه مع الحديث اللي انت جبته، يكون الحديث هذا صعيب شويه معناها انه هو يصير. وسورتو انه احنا عندنا حديث في نفس المصدر في صحيح مسلم يقول تقول فيه السيده عائشه: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما. صحيح مسلم كتاب الفضائل باب مباعدة النبي للأثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. رقم الحديث 2328. يعني هذه هي الحاجة اللي أنا حبيت نقولها لك في مسألة أنه يعني الرسول ضرب واحدة من الزوجات متاعه به. كان احنا نحب نحكي وزاد على مسألة يعني من الحكاية اللي تحكي عليهم انه الاسلام صفة عامة عنيف ويدعو الى العنف وقطع الايدي وندرى شنو وقطع الرؤوس وكل حكايات هذوكم الكل. والله انا شو نقول لك، معناها شو نقول لك، سبحان الله انت في القرآن يعني من اكثر من 6300 آية موجودة في القرآن ما شد الانتباه نتاعك كان الآيات هذوما اللي فيهم قطع اليد والآية اللي تدعو إلى الجهاد وقطع الرؤوس يعني الآيات هذوما قديش كل في كل ثلاثة أربعة اللي يحكيوا على الحدود. علاش ما قريتش الآيات اللي هي تدعو إلى العدل والقسط اللي هي أكثر من 50 آية؟ علاش ما قريتش الآيات اللي تدعو إلى العمل الصالح واللي العبد ينفع المجتمع بالحاجة الباهية بالدواء يخترعوا بعلم ينشروا ما بين الناس أكثر من 80 آية؟ علاش ما حكيتش على الآيات اللي تحكي على العفو وقيمة العفو في الإسلام واللي هي أكثر من 30 آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، صدق الله العظيم. وأكثر من هذا يا سي كريم، علاش نسيت باش ما تحكيناش على أكثر من 300 آية تحكي على الرحمة ما بين المسلمين؟ هذا هو الحاجة اللي أنا نحب نسألها لك. معناها يعني تركز على آية ولا آيتين اللي فيهم عقاب الإنسان المعتدي، الإنسان عامل عملة، الإنسان حارب الدنيا، وتنسى الآيات المهمين الكل اللي ربي سبحانه حكى عليهم. والله هذه حاجة تبهت معناها. ومعناها أنا شو باش نقول، معناها يعني أنت معناها ركزت على الآيات متاع قطع الأيدي وقطع الرؤوس وكذا اللي هما في ظرف معين، واللي معناها عمر بن الخطاب في وقت من الأوقات منع أنه يعني قطع الأيدي على خاطر بطبيعة ظروف ومجاعة واحد دون منع المسألة هذه. معناها ديما ولي الأمر راهو عنده السلطة وعنده القدرة أنه هو يبدل المسألة هذه. معناها ما فماش مشكلة في الحكاية هذه. معناها الحاجة اللي نحب نقولها لك أنه راهو المشروع الحقيقي نتاع الإسلام راهو ماهوش قطع أيدي وقطع رؤوس، راهو المشروع الحقيقي نتاع الإسلام تلقاه في الآيات الكثيرة الموجودة في الإسلام. الآيات الكثيرة الموجودة في الإسلام هي التي تعبر عن المشروع الحقيقي بتاع الإسلام اللي هو رحمة، اللي هو تسامح، اللي هو عدل، اللي هو عفو عن الناس. هذا هو المشروع الحقيقي بتاع الإسلام، وهذا هو للأسف الشديد أن المسلمين معناها ما همش فاهمينه، والعمل الصالح هذا المسلمين زاد ما همش فاهمينه. ونهارة اللي المسلمين يفهموها المسألة هذية، نهارة اللي المسلمين يعرفوا أن المشروع الحقيقي بتاع الإسلام هو العدل، هو الرحمة، هو التسامح، هو
العمل الصالح وانك انت تنفع بلادك وانك انت تنفع غيرك وانك انت تنفع البشريه بحاجه باهيه، وقتها بحول الله المسلمين باش تولي امه عظيمه، ووقتها بحول الله ما عادش باش يكون عندنا حاجه لا انه احنا نقطعوا الايدي سارق ولا حتى شيء، ووقتها نلقاو رواحنا كيما البلدان المتقدمه كيما فنلندا اللي هي يعني السجون بريست يعني تسكرت فيها، واللي الناس الكل اللهم صل على النبي ولاو في قمه الحضاره وفي قمه الوعي وفي قمه الإنسانية. هذا هو المشروع الحقيقي متاع الإسلام. نشكركم مرة أخرى، و لا غالب طولت عليكم، ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر. بسلام.